شتانا المر. ولما تتلاقى الوشوش والردي ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد سنين نفس الوشوش بتبقى بتبقى شيء تاني. ولما بتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد سنين نفس الوشوش بتبقى بتبقى شيء تاني. احنا ترعشنا تنعشنا تشوشنا، بتبدل الايام ملامحنا ترعشنا تنعشنا تشوشنا. يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ ولما تتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين نفس الوشوش دي بتبقى بتبقى شيء تاني. الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد سنين نفس الوشوش بتبقى بتبقى شيء تاني. ولما بتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء عليكم. اهلا يا ابني. اهلا يا ابني. اقعد يا رستم، امك النهارده عامله لنا مفاجاه، الفاصوليا المره دي باللحمه. وانا عامله لك السلطه اللي بتحبها يا ابي. تسلم ايديك يا سميره، اغير هدومي واجي. اتفضل يا ابني. فيما أذوي شوقا إلى حسنك الرطيب، فيما أذوي ولست أدري ما سر شكواي، ما شحوبي. أبي. أيوة سميرة، في حاجة؟ أنت هصلح كرسان دلوقتي، الغدا جاهز هيبرد. يلا. طيب أنا جاي حالا. طيب. مالك يا رستم؟ انت سرحان في ايه؟ لا ابدا. على فكره انا النهارده خدت علاوه نص جنيه. نص جنيه؟ الف مبروك. وساكت يا ابني،
طب وهو اللي ياخد علاوه ويقعد شارد كده؟ طبعا يا ماما، بيفكر بقى هيجيب بيهم ايه. جيب بيهم قميص يا ابني، ولا اقول لك هات حمالة نايلون. لا دول تاخدهم سميرة تشتري بيهم حتة قماش تفصلها مستحيل. ربنا يخليك ليا يا ابي. اه وانا بقى لا. انت يا حبيبتي الشهر اللي جاي، وكريمه الشهر اللي بعده. ربنا يحنن قلبك عليهم يا ابني. بس لحد امتى هتفضل ناسي نفسك كده؟ ده انت المهيه كلها بتحطها في البيت، ما بتاخدش غير مصروف ايدك. انا ليا مين غيركم؟ وعلى العموم الفلوس مش كل حاجه. طبعا يا عم، ما انت شاعر والشعرة زاهدين. مش كلهم يا بروستم، في منهم اللي كانوا ينافقوا الحكام ويتملقوهم في مقابل المال والعطايا. ايوه لكن انت بتكتب الشعر لنفسك، لا بتمدح ولا بتهجو. الحمد لله ورثت عن ابوك العفه والشرف، لكن ده لا يمنع ان لو كان الفقر رجلا لقتلته. جفنه علم الغزل ترم ترم ترم. أعوذ بالله من مفرق اللذات. أنت إيه اللي جابك دلوقتي؟ بيني وبينك على رأي فكري بيك أباظة، هو ده الجمال الصحي المنتعش. طول الليل ما نمتش يا سعيد، سهرت للصبح أكتب قصيدة في عينيها. تاني ما أنت عملت الحكاية دي الليلة اللي فاتت. لا دي كانت قصيدة في الأهداب. لا تفرق، معاك حق تفرق. هتقعد بقى تكتب قصايد في عينيها وأدابها لحد إمتى؟ حتى ينضب معين الحب وتجف القريحة. وما ظنش إن ده ممكن يحصل طول ما برتشف نظرات عينيها وبرتوي من رحيق نسائم الربيع وهي بتداعب خصلات شعرها الذهب الهفاف. وبعدين يا قيس؟ وبعدين ايه؟ يعني نهاية الحب ده ايه؟ نتيجته ايه؟ الحب ملوش نهاية يا سعيد. الحب الحقيقي خالد أبدي سرمدي. الحب أقوى حقائق الوجود، الحب أقوى من الموت. وهي برضو سرمدي؟ قصدي يعني ما حاولتش تعرف اذا كانت بتحبك زي ما بتحبها ولا لا؟ حتى لو كانت ما بتحبنيش يا سعيد، كفايه انه انا بحبها. تسع اعشار الحب يا سعيد موجود في المحب. يعني هتفضل كده على طول في مرحله نظره فابتسامه 10 سنين كمان؟ عايزني اعمل ايه يا متسيب؟ انقل موعد فلقاء. أقابلها؟ ليه لا؟ أنا من رأيي إنك تلحق نفسك قبل ما تتخطف منك، وسيبك بقى من شغل المدرسة الرومانسية بتاعتك دي. طوعني. صباح الخير. صباح النور. أنا انت ايه؟ انا اسمي رستم.
ما انا عارف. وانتي؟ انا نور. اسم على مسمى. نور. انت نور واسمك نور. عن اذنك. احنا لسه ما اتكلمناش. نتكلم في ايه؟ في حاجات كتير. نور انا. انت كده بتحرجني قوي قدام الناس. طيب اشوفك ازاي؟ في الشباك. ما ينفعش، ده عندي كلام كتير عايز اقوله لك. ما اقدرش. ده انا السهد كل مني وشرب. يعني ايه؟ انا قصدي ضعيف قوي في العربي. بسيطه، اديكي درس خصوصي حقيقي. واول حصه النهارده. لا لا استنى شوي، لما اسال ماما الاول مش جايز ما توافقش. ان شاء الله هتوافق. طبعا اذنك بقى. جيد جدا، 8/10. ممتاز، 10/10. ده ايه الرضا ده كله؟ معقولة يا رسو؟ معقولة في تلميذ عندك ياخد 10/10؟ ده انت طول عمرك ما بتديش اكتر من 6/10. سيبك انت، الانسان لما بيكون سعيد بتنعكس سعادته على كل اللي حواليه. اكيد قابلتها وكلمتها وكلمتني. صوتها تغريدة ملائكية، نغم صافي جاي من كوكب تاني. نظراتها، إشاراتها، خجلها، مشيتها خلوني أحس إن الدنيا تحولت لرقصة فنية جميلة. المهم قلت لها إيه؟ وهي قالت لك إيه؟ قلت لها أرجوكي السهد كل مني وشرب. قالت لي بهمس وحياء وغمستين وتفاحتين على خدودها، أرجوك أنت حد يشوفنا. بس اتفقنا إني أديها درس في العربي. جميل جميل. وإمتى بقى أول حصة يا دونجوان العصر والأوان؟ أول حصة لسه، لما والدتها توافق. تفتكر هتوافق يا سعيد؟ اهدى اهدى، بعد كل الهيصه اللي انت عملتها دي وجاي تقول لي والدتها ما وافقتش؟ على العموم ما تقلقش، هتوافق هتوافق ما دام دي رغبه المحبوب. بس خلي بالك يا بطل، خلي بالك، اوعى المحبوب يجرجرك للحصه الثانيه وتخش المصياده. مصياده؟ مصياده الجواز، القيد الحديدي، الزنزانة اللي بيدخلك فيها مأذون، القانون ما بيعاقبوش على عملته. خليك زي حر طليق طائر، تحب كل يوم وتحط على كل عيش شوية من غير لا قيود ولا مسؤوليات. ده منطق الماديين اللي ما بيعرفوش المعنى الحقيقي للحب. طب يا روحاني، طب اخويا، بس خلي بالك هتندم. حصتي عن اذنك. اه منك يا اوفيليا، احقا انت عفيفة هكذا؟ جميلة هكذا. مكتوب عفيفة هكذا، ما تغلطنيش. أكمل؟ كملي. أوفيليا مولاي، رحمتك هملت، كم أنت جميلة. شفتي أهو قالها لها، كم أنت جميلة هكذا. شكسبير هنا بيعمل حوار بين أوفيليا وهاملت في غرض
الغزل والحب المشبوب. يعني ايه مشبوب؟ الملتهب. حساس وعاطفي جدا. مين؟ انا؟ لا، انا قصدي الشعر. هو انت شاعر؟ طبعا. صحيح، بتكتب شعر؟ ايوه. برضو في غرض الحب المشبوب. تحب تقري؟ لا، نكمل الدرس احسن. بس اوفيليا مسكينه قوي، لما هبت سابها اتعذبت كتير. هو سابها ليه؟ اتجنن. هي اللي جننته؟ جمالها، جمالها هو اللي جننه. الله، فنجانك رايق قوي النهارده يا ابو رستم. رايق؟ لازم فيه فلوس جايه في السكه. يا اخويا فلوس ايه؟ المهم راحه البال. وهتيجي راحه البال منين والحاله ضنك؟ ما هو بس لو فيه قراطين طين كنت فتهم، تجوزي بيهم البنات وتسطريهم. يا اخويا حسك في الدنيا، ربنا يديك الصحه وتجوزهم وتفرح بيهم وتشيل عيالهم كمان. انت شايل الهم من دلوقتي ليه؟ ما لسه بدري يا ست، العمر بيجري وخرات البنات ما بيستناش. الله يرحمك يابا، كان كل امله في الدنيا ان اتوظف في الحكومه واتمرغ في ترابها. ادي احنا اتوظفنا، خدنا ايه من الميري غير الديون؟ اللهم نحن معشر الموظفين لنا الجنه بغير حساب. يا ملهم الدمع للمآقي وباعث الوجد في القلوب. في القلوب يا نور، مجرورة بالحب، قصدي مجرورة بالكسرة. عايزني اكتب في الامتحان مجرورة بالحب؟ عايزهم يسقطوني؟ بعد الشر عليكي، انا عايز اشوفك دايما ناجحة. انت ما تعرفيش انا انت ايه؟ بعزك قد ايه. وبعدين معاك؟ مش هتصدقيني لو قلتلك اني عايش على الشوق. الشوق هو نبض قلبي وانا بنتظر اللقاء، هو لذتي الوحيدة ساعة اللقاء. لدرجاتي؟ واكتر اكتر. هي الحياة ايه غير انتظار ولقاء؟ والحب بنفسه انتظار ولقاء. الحب هو الحياة، وانا بحبك. وبعدين معك؟ أنا مش قد كلامك الحلو ده. أنا لا أعرف حدا لهواها، أنا لا أعرف حدا لهواي. كم يريني النوم منها عجبا، فتنة يقظة وروحا وسجايا. أوه، إيه إيه، رستم رستم، نحن هنا. إيه حنفية الشارع المفتوحة دي على طول؟ حبها هو اللي علمني أنظم الشعر يا سعيد، أطوع القوافل النغم، نغم بتعزف أوتار قلبي في عيون المهب. لا حول ولا قوة إلا بالله، خسرت الشباب يا أولاد. أنا ابتديت أخاف عليك. ما تخافش، أراجون كتب ديوان بحاله في عيون حبيبته إلزا. ايوه، وبعد كده اتجنن واتجوزها، وظهر ان انت هتتجنن زيه. أراجون اما اتجوز حول حبه لحقيقه وما فقدش احساسه الشعري، بالعكس
استمر يكتب قصائد حب فيها يمكن أكتر من الأول. أيوة بس أرجون بتاعك ده حالة شاذة. أنا بعتبر حالته دي مستحيل جديد ممكن تضيفه للمستحيلات الثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. أنا بقى هبقى المستحيل الخامس. إيه ده؟ هتتجوزها؟ البقية في حياتك يا أستاذ. والله ما أعرف إلا دلوقتي. أعوذ بالله، ده بدل ما تقول لي كلمة حلوة تشجعني بيها. كلمة حلوة؟ بكرة تسمع الكلام الحلو بعد ما تتجوزها، يجي شهرين ثلاثة كده بالكتير بعد الجواز. اسمع يا رستم، لآخر مرة بحذرك، الحب لما بيلمس أرض الواقع بيتبخر، بيتحول لموميا في مقابر التاريخ. إلا مع نور، نور الحلم والحقيقة. مسكين، قريب قوي هتكتب قصيدة رثاء في الحب الذي كان. السلام عليكم. على فين؟ زي كل يوم. يعني مفيش فايدة؟ ربنا مش هيتوب عليك من الهلس. مش هيحصل أبدا أيها الشاعر المعذب في نار الهيام، وقاب قوسين أو أدنى من حفرة الجواز. عن إذن. يا ألف نهار أبيض، ده يوم المنى يا ابني، يوم ما نفرح بيك. هو احنا عايشين غير علشان نشوف اليوم ده؟ من بكرة أبعت لأم إسماعيل الخطبة تشوف لك أجمل عروسة في العباسية كلها. هو أنت شوية أم إسماعيل إيه بس يا جماعة؟ هو معقول إني أنا أتجوز بالطريقة دي؟ جريان يا تيبة، الكلام ده كان زمان على أيامنا احنا. الدنيا اتغيرت، الشاب دلوقتي هو اللي بيختار عروسته بنفسه. يختار بنفسه؟ ده احنا مقطوعين من شجرة، ولا بنت عم ولا بنت خال. في بنت الجيران. بنت الجيران؟ انهي جيران فيهم؟ اللي جنبنا متجوزين، واللي فوقينا مكتوب كتابهم. اللي قصادنا نور بنت المرحوم سليمان عبد الغفور. نور، يا زين ما اخترت يا ابني. دي نور بنت مؤدبة ومتعلمة وجميلة، وامها تتحط على الجرح يطيب. من بكره يا حبيبي اروح اطلبها لك ونكتب الكتاب ونعلي الجواب. وبكره ليه؟ انا مش هيهدلي بال الا لما اخد منهم النهارده عقد نافع. طولي بالك يا رتيبه. تعالى يا رستم، تعالى اقعد معايا شويه عشان عايزك في كلمتين. اتفضل. اقعد يا رستم. شوف يا ابني، انت عارف ان امنيه اي اب في الدنيا انه يكمل رسالته تجاه اولاده، شوفهم مبسوطين ومرتاحين ومستقرين ومحققين كل امالهم. ساعتها بقى يموت وهو مستريح الضمير ومرتاح البال. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا ابو رستم. ما حدش هيخلد يا ابني. حد هياخد زمنه وزمن غيره، دي سنة الحياة. عشان كده حبيت انبهك. تنبهني ليه يا ولدي؟ انت طبعا يا ابني عارف ظروفنا ولامس حالتنا كويس. المهية اللي انا باخدها من مصلحة الاملاك على القرشين اللي انت بتساعد بيهم، يا دوب بيأكلونا اللقمة ويلبسونا الهدمة وينصرف منهم على تعليم اخواتك. أنا عارف، وإن كان علي أنا مستعد أساهم بمهيتي كلها، حتى مصروفي مش مهم. لا يا ابني، وده يرضيني؟ ده أنا بيصعب علي أشوفك مش متمتع بحياتك زي زمايلك. لا أنا مش قصدي، أنا قصدي. أنا عارف حضرتك تقصد إيه، حضرتك قصدك الجواز والتزاماته، بس أوعدك إني هتجوز في أضيق الحدود أو بلاش خالص. لا يا ابني، اتجوز وتهنى بعروستك، بس ما تنساش يعني تاخد بالك من امك واخواتك بعد ما اموت. انا في رقبتي ثلاث بنات هيبقوا حمل عليك لو ربنا ما مدش في عمري وجوزتهم.
اطمن يا ولي، امي واخواتي هيكونوا في عينيا، وسواء اتجوزت او ما اتجوزتش الرسالة هتكمل في حياتك ان شاء الله. ريحت قلبي يا ابني، ودلوقتي اقدر اقول لك الف مبروك وعقبال البكاري. لذيذ قوي دور. ربنا يقدرني واكلك الشاهد يا نور. كنت اتمنى ان اجيب لك نجوم السماء واعمل لك منها عقد زمرد وياقوت، لكن بقى من غير لكن يا رستم، الحب بيخلق الرضا بالواقع. انا مره سمعتك بتقول كده، ولا انت نسيت؟ انا هعمل المستحيل عشان اغير الواقع ده. انت بقى هتساعديني؟ من كل قلبي. هاخد حصص اضافيه وحوصل الليل بالنهار عشان ازود دخلي واقدر احقق كل الاحلام. انا كل احلامي اني اعيش جنبك طول العمر في بيت صغير نفرشه حب وغرام. ده انت بقيتي شاعره يا نور. حبك هو اللي علمني. يا سلام على جمال القمر، ملك عظيم قاعد على عرشه والنجوم حواليه حور بتنجيه وتطلب وده. الله يا رستم، مش معقول وصفك الساحر ده. بس بقى كفايه غزل في الامر، انا بغير. بتغيري من نفسك؟ بس انا مش ملك عظيم قاعد على عرش. انت ملكه وقلبي هو العرش. القمر بينور الارض وانت منوره حياتي، انت كل ايام الجايه. خايف يا رستم. من ايه؟ خايفه منك ومن نفسي، خايفه ما اكونش قد حبك الكبير ده. وانا جنبك هنعمل من حبنا اسطوره عمرها ما تنتهي ولا هتموت. يا ابو رستم روق، هتفرج ان شاء الله. شوف يا رستم، انا ما كنتش عايز احملك الهم وافاجئك بالديون اللي علينا، لكن يا ابني ما باليد حيله، محدش عارف الموت من الحياه. ربنا يديك طول العمر، ده انت لسه شباب. شباب؟ ألا ليت الشباب يعود يوما. بركة فيك. شوف يا رستم، في 300 جنيه كنت خدتهم من عمك عشان عملية أمك. هو صحيح عمك، لكن الدين دين. وادي كمان فيه 200 جنيه تانيين. انتوا قافلين عليكم الباب وبتتودودوا، بتقولوا ايه بس؟
مش هتروح يا رستم تزور ام نور؟ الست بعافيه يا ابني شويه، واجب علينا نطل عليها. حاضر يا امي، شويه كده. بلاش النهارده يا رتيبه، انا عايز اقعد مع رستم شويه. يعني هو معقول هيطيق ما يروحش يشوف خطيبته؟ وابوه مش مهم؟ روح اعمل لنا لقمه كويسه على العشاء، احنا معدتنا نشفت. عينيا يا ابو رستم. لا يا ستي مش عايزين عينيك، احنا عايزين الوزة اللي معشمانا بيها من زمان. الوزة كنت ناوية اتبعها يوم الخميس الجاي في عاشورة، كل سنة وانتوا طيبين. لا يا ست اعملها لنا دلوقت، احنا ضامنين نعيش ليوم الخميس الجاي، تكل على الله روحي. احنا كنا بنقول مالك يا ابوي؟ نفسي الظاهر الوزة كتبت على نفسي قبل ما اكل. بعد الشر. هات لي كوباية مية. حاضر. اطمئني يا امي، ما تحمليش هم، ان شاء الله ربنا هيقدرني واوفي بالعهد. ما تنساش في يوم من الايام واجبك ناحيه امك واخواتك. انا في رقبتي تلات بنات هيبقوا حمل عليك لو ربنا ما مدش في عمري قبل ما اجوزهم. انا ماليش احلام غير اني اعيش جنبك طول العمر. شوف يا رستم، فيه ال 300 جنيه اللي خدتهم من عمك عشان عمليه امك. ده انت بقيتي شاعرة يا نور. حبك هو اللي علمني. اطمئن يا والدي، امي واخواتي في عينيا، والرسالة هتكمل في حياتك ان شاء الله. في الحسبان يا سعيد، طائر الموت سبق كل التوقعات.
دي إرادة ربنا وأنت راجل مؤمن. المهم دلوقتي إنك تطرد الحزن وتهتم بنفسك وبوالدتك وبإخواتك. الحمل تقيل أوي يا سعيد. والدي الله يرحمه فاجئني بالمسؤولية وبديون كتيرة تقسم الظهر، كان مخبيها عني وما قاليش عليها إلا يوم الوفاة. كل يوم بالصبر وبالعزيمة. مش يمكن ربنا بيمتحن فيك الشاعر الرقيق لما يواجه محنة؟ الشعر جميل والواقع مر، واقع بيجبرني على قرار مش قادر أتصوره لغاية دلوقتي. قرار إيه؟ قرار مر أمر من فراق أبويا. أنا مضطر يا سعيد أفسخ خطوبتي على نور. معقولة؟ طب ليه يا رستم ليه؟ دي آخر حاجة كنت أتوقعها. لأني بحبها يا سعيد، حب مفيش لا قبله ولا بعده. أهم صفة في المحب إنه ما يكونش أناني. أنا مش فاهم حاجة. أرجوك يا رستم ابعدني عن ألغاز الشعرة دي وفهمني. واجبي يحتم عليا إني ما أظلمهاش معايا. الاستمرار في الخطوبة ظلم وعبث. الظروف دلوقتي اتغيرت يا سعيد، وأنا لسه قدام سنين طويلة عشان أقدر أتوج حبي ليها بالجواز. تفتكر إنه من العدل إنها تفضل معلقة معايا بأمل ربنا وحده بس هو اللي يعلم إمتى ممكن يتحقق؟ أيوة بس ده قرار صعب، صعب قوي عليك وعليها. ده أنا اللي بكره الجواز. صعبان عليا إن قصة حبك الكبير دي تنتهي فجأة كده. إيه؟ تنتهي؟ تنتهي إيه يا سعيد؟ عمر حبي ليها ما هينتهي. أنا هفضل أحبها بكل ذرة في كياني، والآخر نبض في عمري، وعذابي في حبها هو اللي هيكفر عن ذنبي في فراقها. ده إذا كان فراقها ذنب مش قدر. ذنب وقدر. ودمعي يسيل منهارا أنهارا. كنت لي حلم الغد المشتاق وأمل الدنيا الرقراق، ولكن وآه من لكن التي لا أبتغيها، يجثم القدر اللعين على صدر لم يحب ولن يحب سواك. يأمرني فأطيعه رغما عني، يطلب مني الفراق، فراق روحي وكل آمالي. فالظروف تحتم علي أن أصون العهد وأحمل أثقال المسؤولية التي باغتتني بوفاة والدي. أعباء جسام تحول بيني وبين إتمام مسيرتنا، ريثما تتغير الأحوال وتتبدل الأيام. عهدك بي رجلا لا يتنصل من واجبه، وعهدي بك محب حنون تقدر وتعي فداحة ما أضحي. دعيني آمل ألا تكون تضحيه، بل بضع أعوام لا أجبرك على انتظارها، فأنا لا أملك من أمري شيئا. الوداع. المحب إلى الأبد وحتى انقضاء الدهر. رستم. رستم
وبعد هالك بقى يا نور، الجواب اتهرى في ايدك بقاله شهرين، هو ايه درس بتحفظيه؟ دي صدمة العمر يا ماما. ليه يا ربي؟ انا عملت ايه في دنيتي علشان تعاقبني كده؟ يعاقبك؟ قولي يكافئك. بركة اللي جات منه مش مننا، ده انت حقيتك تفرقي شربات. انت بتقولي ايه يا ماما؟ بقول الكلام اللي اي حد عاقل يقوله. ربنا خلصك من واحد لا يقدر يفتح بيت ولا يصونك. مديون وحالته بالبلا وما حلتوش اللضا، كان ايه؟ هيعشيكي شعر ويغديكي اغاني؟ فوق لنفسك، فوق لنفسك يا نور، ده انت لا وحشه ولا بايره، والف واحد برقبته يتمنوكي. قطعي الجواب ده يا حبيبتي وانسيه، بكره يجيلك اللي يستاهلك. حنعيش يا قلبي مع ذكريات الهوى، وحتنطفي ويا السنين قهرتك. حنعيش يا قلبي مع ذكريات الهوى، وحتنطفي ويا السنين قهرتك، ونكون سوا من غير ما نبقى سوا. دور يا زمن ودور يا زمن، وخدني في دايرتك. دور يا زمن ودور يا زمن، وخد وخدنا في دايرتك. دبش حظك في رجليك. هتقول لي وهي عمرها زهزهت لحد زي كلها كم سنة وابقى من أرباب المعاشات؟ العمر ولا باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح. دنيا غريبة يا أخي. بقى أنا عدو الجواز والملك المتوج على مملكة الهلس، زي ما كنت دايما بتقولي أتجوز وأخلف وبناتي كمان قربوا يتجوزوا، وأنت تفضل عازب لغاية النهاردة؟
السنين سرقتني يا سعيد، العمر ولى والايام مرت، مسؤولية تجر مسؤولية، لكن الحمد لله على كل حال وفيت بالعهد وكملت الرسالة. ده قدري، كنت ههرب منه فين؟ قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى دمعتي ذاب جفنها بسمتي ما لها شفاء. المسألة مش مسألة قدر يا رستم، انت قمت بواجبك وجوزت اخواتك البنات، يعني كان ممكن تتجوز من 10 سنين فاتوا واكتر. ما كانش ممكن يا سعيد، انت ناسي انها اتجوزت من 20 سنة ولسه ما زالت على ذمة راجل. هي مين دي؟ هتكون مين يعني غير حبيبة القلب، نور العين. نور 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 نور. ايوه معقولة؟ معقولة يا رستم انت لسه فاكر؟ انا بتكلم عن الجواز في حد ذاته، مش الجواز من حد معين. وانت متصور اني انا كان ممكن اتجوز حد غيرها؟ اخون قلبي، ذكرى حبي اللي برويها بدمعي كل ليلة، اخونها سعيد. تخونها؟ مش ممكن، مش ممكن بقى انت عايش على ذكرى الحب ده السنين دي كلها؟ انا لو اعرف كده كنت جوزتك بالعافيه. مش معقول شيء في منتهى الغرابه، يعني ده ما بيحصلش الا في الروايات. رستم، ده وفاء منك لذكراها ولا جنون بيها؟ الاتنين يا سعيد، الحب جمعنا والحب برقنا، لكن لسه نبضها في قلبي وحيفضل جوايا لحد ما اموت. مقاساتها اني انا كنت حبها الاول، ومقاساتي انها كانت حب الاول والاخير. اهلا اهلا يا سمير. صباح الخير يا ابي. صباح الخير، ازيك؟ وازاي جوزك وبيتك واولادك؟ الحمد لله. حضرت الفطار، ما استنيتنيش ليه؟ انت تاخرتي، قلت لازم نزلت على شغلها. وده معقول يا ابي اروح الشغل من غير ما افطرك واشوف طلباتك؟ انا النهارده واخده عرضه وهعمل لك اكله بقى هتاكل صوابعك وراها. انا تعبك، انت هتلحقي عليا ولا على بيتك واولادك؟ ما تقولش كده يا ابي، ده جميلك ما يتنسيش طول العمر. على فكره خلص فطارك وتفضل على شغل وهتيجي تلاقي كل حاجه تمام. انا لسه قدامي ساعتين، ما عنديش حصص بدري. بالحق كنت حنسى، تعرف شفت مين امبارح وانا راجعه من الشغل؟ مين؟ مش هتصدق، نور. نور؟ بتقولي نور؟ مش احماها ولحمها؟ مش ممكن. نور خطيبتي؟ خطيبتك؟ وشفتها فين؟ وانا نازله امبارح من الاتوبيس لقيتها في وشي. بيني وبينك انا ما عرفتهاش، شكلها اتغير خالص، هي اللي عرفتها. شكلها اتغير ازاي؟ احكيلي. كبرت. فين هي نور من بتاعت زمان؟ سنين طويله، ده انا ايامها كنت صغيره. لكن ملامحها هي هي، بقها، رموشها، عينيها، ابتسامتها، مش كده؟ طبعا الملامح ما بتتغيرش. واتكلمتوا مع بعض؟ قالت لك ايه وقلت لها ايه؟ لسه صوتها ناعم ورقيق زي ما كان، نفس النبره، مش كده؟ ايوه، بس في حزن. حزن؟
ولا شجن؟ الحقيقة أنا معرفش الفرق، لكن هي قالت لي إنها سابت اسكندرية ورجعت مصر هي وابنها بعد ما جوزها مات. مات؟ جوزها مات؟ أيوة، بقاله أكتر من سنة. أنت متأكدة يا سميرة هي اللي قالت لك الكلام ده بنفسها؟ أيوة، أمال هعرف منين؟ سميرة، نور سألت عليا. أيوة، وبتسلم عليك. هي اللي قالت لك سلمي لي على رستم، ازاي وعامل ايه، اتجوز لسه عازب، يا ترى فاكراني ولا نسياني؟ انا قلت لها انك ما اتجوزتش. سالتك انا ما اتجوزتش ليه؟ لا، مش ممكن يا سميره تكون ما سالتكيش. يا ابي، اللي يشوف لهفتك دي يقول ان قصتكم انتهت من سنتين ثلاثه مش 20 سنه. قصتي معاها ما انتهتش يا سميره، عاشت جوايا يوم بيوم وسنة بسنة، كل لحظة وكل ثانية صورتها عاشت جوايا، خيالها ما فارقنيش أبدا. اديتك عنوانها؟ أيوة، وطلبت مني أزورها وتزورني. هطلب منك خدمة. أخيرا يا نور، أنا مش مصدق نفسي، أنا في حلم ولا في علم؟ نور، فتنة الروح، حلم العمر، لحن جميل فضل في وداني 20 سنة، تغريدة ملائكية، طيف رقيق في منامي، خايف من شروده، بقى دلوقتي بين ايديا. نور، دنيتي، صبري، عمري، ألف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا رستم. الله يبارك فيكي. لسه زي ما انت. كلامك هو هو وحبي هو هو، رويته بدمي، كبر بدمعي، ظهر بشوقي. انت ايام اللي راحت ونبض ايام اللي جايه. ربنا يجعل حياتنا كلها نعيم ويقدرني عوضك اللي فات. احط لك تاكل؟ تلاقيك ما عرفتش تاكل مع المعازيم. مش مهم الاكل يا نور، المهم نعيش الحلم والحب، والذكرى بترفرف فوق سحابات الخيال. سيبك بقى من الخيال، احنا بقينا في الواقع، والواقع بيقول اننا مش صغيرين. الواقع بيقول إن اتولدتي من جديد طفل سعيد. انسي العمر والأيام والسنين، وعيشي معايا الحب في دنيا من النعيم والسعادة. اتخلقنا سوا وحنخلقها سوا. حاسة بيا يا نور؟ قوي، بس يعني ما كانش في داعي تصمم ان انا البس فستان فرح وطرحه. ده انا كنت هموت من الكسوف، من ابني والمعازيم. بيني وبينك، الكسمه كانت ضيقه قوي، والقلق فضل ينقح عليا طول الوقت. وساعة البوفيه نسيت اخد فوار الحموضه،
ما عرفتش اكل طول الفرح. رستم، هي دي سنانك ولا انت مركب طقم سنان؟ علم الغزل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النور اتقطع؟ لا يا حبيبتي، انا قلت نتعشى على ضوء الشموع. ليه كده؟ مش هنشوف ناكل. العشاء على ضوء الشموع بيدي احساس بالخيال والرومانسيه. شوفي يا نور، الشمعتين دول عاملين زي وردتين في حضن الليل. يا رستم، وفر الشمع ده لما النور يتقطع. هشيلها بس علشان نوسع الدنيا. كل يا حبيبي. بسم الله. الله، خد يا رستم حتة اللحمة دي، ده انا عاملاها بجوز الطيب والبهارات، انما ايه، هتاكل صوابعك وراها، وبكرة هعمل لك كزبرية. كل كل يا حبيبي رب عظمك. مالك يا رستم؟ بتبصلي كده ليه؟ انا ملاحظ يا نور ان انتي مهتمه قوي بالاكل. اللهم دمها نعمه، ده الاكل ده اكبر متعه في الدنيا. كل كل يا رستم. حكى عينيكم، اديني الطبق الصغير بتاع المكرونه ده. ده صغير. هات يا حبيبي. في ايه؟ فيك يا نور، اول ما خطبتك كنت رشيقة زي الفراشة، مشيتك ايقاع النغم، بقك بيلمس الاكل لمس ايديكي. ايام الخطوبة انت لسه فاكر؟ انسى وكل قبل الاكل ما يخلص وتندم. انا فعلا ابتديت اندم. الظاهر اني اتجوزت معدة متحركة شكلها يطير الاوزان ويدفن القوافي. يا نور ارحمي نفسك، كفاية بقى، هيجيلك تلبك معوي. كده يا رستم انت هتعد عليا اللقم؟ سيبني اكل براحتي يا اخي. انت بتزعقيلي كده ليه؟ علشان من ساعة ما قعدنا وانت سدد نفسي، انا ما احبش حد يبصلي في الاكل. ولا انت مستخسر فيا؟ الله يرحمه، كانش مخلي في نفسي حاجة. يا اخت الله يرحمنا جميعا، انا قايم وسايب لك المكان. استنى، هات لي الفوار من عندك وانت جاي. بتاع الحموضة؟ ايوه. تسمي حاجة، تسمي. انت عيني وأنا عينك، فقل لي ما الذي أغمض عيني؟ ما الذي أغمض عينك؟ رستم رستم رستم
رستم رستم. ايوه فيه ايه؟ ايه انت مش سامعني؟ سامعك. طب ما تردش عليا ليه؟ نعم. بتعمل ايه؟ بكتب قصيده. اسمعي كده. فغدا القرب ستارا يا حبيبتي، بل جدارا حائلا بيني وبينك. طب سيبك من الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، وانزل اقعد على القهوه شوي. ايه؟ انزل اقعد على القهوه ليه؟ علشان هنضف الاوضه وازعفها وامسح البلاط. بقى تقطعي حبل افكاري وتمنعي استرسالي في القصيده علشان تنضفي الاوضه؟ ايه بوصل افكارك دي بعدين؟ ما تعطلنيش بقى يا رستم. يعني خلاص حبكت تنضفي الاوضه يوم اجازتي؟ ويعني حبكت تكتب النهارده؟ على راي المثل الندب بالطار ولو عاد الراجل في الدار. الست الوالده هي اللي حفظتك الكلام ده؟ مالك ومال امي دلوقتي؟ ايه هتعك؟ لا انا خارج، هنزل اقعد على القهوه اكتب قصيده رساء في الحب الذي كان. مش هي دي نور؟ مش هي نور؟ رستم ما تنساش تجيب معاك وانت راجع ليفه سلك وبودره مواعين وفرشه بلاط واتنين كيلو عنب، نقيه كويس، اوعى تخلي البياع يستعبطك، وكرومبتين حلوين. ودواء الحموضه يا قهرتي. عيناك كنهري احزاني، نهري موسيقى حملاني لوراء وراء الازمان، نهري موسيقى قد ضاع سيدتي ثم اضاعاني. رستم الصيف قرب يخلص، افتكر تعمل حسابك علشان تجيب كسوه الشتاء. كل ليلة كنت بقعد هنا أبص للقمر أكلمه وأقوله كان لي حبيب مالي علي حياتي، فرق الدهر بيني وبينه، كلمني عنه، اكشف لي عن مكانه، جايز يكون بيبص لك زيي وبينجيك مناجاتي وبيرجوك رجائي. ورد عليك؟ لا، كان ساكت، كان شاهد على حبي وشوقي. وحبك وشوقك هو اللي بيتكلم معاك، ما بتردش عليه ليه؟ كنت بتقولي ايه؟ كنت بقولك تعمل حسابك علشان تشتري كسوة الشتاء قبل ما يهجم. بقى اكلمك عن القمر والنجوم وتكلميني عن كسوة الشتاء؟ يا رستم القمر والنجوم بتوعك دول مش هنتغطى بيهم، الشعر والخيال مش هيدفونا. رستم انا صاحبة عين، عندي روماتيزم، ومش بقيت يجيلي روماتويد. غريبة، كنت زمان بتحب الشعر والخيال، كنت بتحس بجمال الصورة الشعرية قبل منطقها. زمان كنت عيلة وكان أي كلمة حلوة بتعجبني، لكن خلاص زمن المراهقة والأحلام ده عدى من زمان. يا رستم يا رستم خلينا نعيش بقى ونبقى واقعيين، مش طول الليل والنهار نبيع ونشتري في حب وأوهام وكلام. حب وأوهام وكلام؟ الحب وهم؟ أمال الحقيقة تبقى إيه إذا كان الحب وهم؟ الحب يا نور. الحب يا رستم إنك تريحني، أنا بتعب وبتهلك في شغل البيت، جيب لي طلباتي. أنا عايزة غسالة فول أوتوماتيك بالمجفف. إيه؟ ما سمعتش عنها؟ ولا انت مش فاضي غير للشعر والنجوم؟ مالك يا نور؟ صوتك بقى فيه حده كده ليه؟ صوتك ما كانش كده ليه؟ دايما اصبح عالي
ده انت كان اجمل حاجه فيكي صوتك الرقيق الناعم الحالم. انا هعتبر نفسي ما سمعتكيش. نعم ليه؟ ما اتجوز طوبه ولا حته الزلطه؟ طوبه وزلطه؟ لا يا نور، انا متجوز نور الحلم اللي استنيته 20 سنه، حبيبه القلب منى النفس نور الفؤاد، مش كده؟ اللي يحب واحده يجيب لها لبن العصفور. ها هتجيب الغساله ولا لا؟ ايه رايك في الدره يا نور؟ في بقي احلى من الشهر ما دام انت اللي عازمني عليه. ايه ما ترد علي؟ ايه هي الغساله دي بكام؟ ب2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ايوه. ايه خساره فيا؟ كتير على حبيبه القلب. نسيت كلامك ليا لما كنت بتقولي لو بايدي اجيب نجوم السما واعملهم لك عقد ياقوت وزمرد؟ مش لو بايدي. ومش بايدك ليه؟ هو انت ارادك صغير؟ ارادي؟ ما انت عارفه ان ماهيتي 124 جنيه و60 قرش بتاخديهم مني كل شهر، ما باخدش منهم غير 5 جنيه مصروف ايدي. وطول السنين اللي فاتت دي ما دكنتش قرشين؟ ما دكنتش؟ ده ايه الالفاظ الغليظه دي يا نور؟ لا يا نور ما دكنتش. ما انت عارفه الظروف اللي مرت عليا في حياتي. عارف جواز اخواتك، بس الحكايه دي كانت من سنين طويله. يعني معقوله مفيش مبلغ كده شايله في بنك دفتر توفير؟ امال فلوس الدروس الخصوصيه وديتها فين؟ سميره قالت لي انك كنت بتدي دروس ليل مع نهار. باجر رمزي؟ انا عمري ما اديت درس في نظير فلوس. انا كنت بسلي نفسي في وحدتي، وحدتي اللي عشت فيها اناجي طيفك. وطيفك بقى قدامك اهو، عملت ايه علشان تسعده؟ من اول ما اتجوزنا وانت شبعت كلام وصدعت اسطوانات وبلف وكلام سيما اوانطه درجه ثالثه. لما انت مش قد الجواز اتجوزتني ليه؟ انا ما اتجوزتكيش انت. فعلا انا ما اتجوزتكيش انت. مش انت نور اللي انا اتجوزتها، انا اتجوزت نور تانيه خالص، خلقتها بخيالي. مش ممكن تكوني انت نور اللي حبيتك وعرفتك. كنت فاكر ان في قلبك نبض زي اللي في قلبي، لقيتك قلب من غير نبض، سراب خادع. مش انت نور. نور الحقيقيه هتفضل في قلبي وضلوعي، لكن انت مالكيش وجود في حياتي بعد النهارده. Thank you.